يو، السلام عليكم شيشكين كفراز، اتمنى ان تكونوا بخير كالعادة. اليوم اسوي لك طلب متابعين وقارن بين السوبرمان النسخة الكلاسيكية وبين جوكو كالعادة. اذا كنت جديدا في القناة يا صديقي فاشترك الان وفعل جرس التنبيهات فضلا، وفجر المقطع باللايكات، امشي وانشر المقطع في كل مكان. في البداية انا سابتعد عن المستوى التدميري للشخصيتين لان الكون الخاص بعالم دي سي مختلف تماما عن كون عالم دراغون بول. واكثر من هذا يا شباب، الارض الخاصة بسوبرمان مختلفة عن كوكب الارض الذي يعيش فيه جوكو، من ناحية التضاريس ولا من ناحية الخريطة من ناحية التمركز داخل المجرة. والحل الوحيد في هذه الحالة لقياس القوة التدميرية للشخصيتين هو أخذ المجموعة الشمسية بالكامل كمعيار للقوة. وتذكير لمن لم يركز معي في البداية، أنا أقارن السوبرمان النسخة الكلاسيكية مع جوكو نسخة السيد، وهذا كي تكون المقارنة عادلة للشخصيتين، لن تكون هناك أي تطورات سوبرمان أخرى ولا تحولات جوكو مثل الغريزة والبلو. أخذ الشمس التي ذكرتها قبل قليل كمعيار للقوة، فالسوبرمان قام بتدميرها بنفخة وجوكو في نمق بإمكانه أيضا تدميرها بكل سهولة. نقل الكلام إلى القدرة على التنفس في الفضاء الخارجي، وأنا لا أتكلم عن نطاق الغلاف الجوي بل أتكلم عن الفضاء الذي تحيط به المادة المظلمة. سوبرمان يمكنه فعل هذا بكل أريحية، بينما جوكو لا يمكنه. أكبر دليل في أرك ناميك عندما أضاء الطريق الموشي والإحداثيات الموشية لكوكب ناميك، ارتدى بدلة فضائية ليتمكن من التنفس في الفضاء الواسع، وقام بتغيير الوجهة لما كانت مركبته آنذاك متوشية ناحية نجم صغير شبيه بالشمس. أنا فيجيتا أكد هذا الكلام في أرك مورو، حيث قال أن الصايجين لا يمكنهم التنفس في الفضاء الخارجي. قبل أن أكمل يا شباب المقارنة، أريد أن أذكر شيئا مهما للغاية. أنا لا أفضل فكرة مقارنة عالم كوميكس مع عالم دراغون بول وعالم الأنمي بشكل عام وجوكو وسوبرمان بشكل خاص. لماذا؟ لأن المقارنة لا تصح بناء على مستوى القوة. فسوبرمان مثلا بإمكانه تدمير خطوط زمنية وأبعاد كونية بلكمته فقط. معنى آخر لكل شخصية كتابتها الخاصة ونهجها المبدئي في القوة في عالمها الخاص. أتمنى أن تفهموا قصدي بهذا الكلام. أنا أحاول الابتعاد عن المستوى التدميري للشخصيات. الحديث عن القدرات، جوكو وسوبرمان يمتلكوا كلاهما قدرات كثيرة، ولكني أفضل شخصيا قدرات جوكو. هذه مجرد وجهة نظر شخصية، وسأعطيكم مثال. القدرة على قراءة العقل هي قدرة مشتركة بينهما، ولكن الجينكي داما تخص جوكو فقط وهي قدرة مميزة. وهكذا تصبح المقارنة متعادلة بينهما، نقطة لجوكو ونقطة لسوبرمان. متابعو القناة القدماء يعرفون جيدا أني طالع بدراغون بول وألم إيش أنا هذا الأنمي. هذا يعني أن المقارنة ستكون عادلة ولن تنحاز إلى العاطفة، وهكذا هي مقارناتي دوما. وكمعيار إضافي لهذه المقارنة، نعلم جميعا أن السيل بإمكانه تدمير مجموعة شمسية. لعودة للمقارنة، الآن سأتكلم عن مستوى ذكاء الشخصيتين. جوكو لديه بطل أي كيو مرتفع للغاية عن ذكاء جوكو، وسأنشر التكملة قريبا لهذا، احرصوا على مشاهدتي. جوكو يمكنه توظيف ذكائه في ساحة المعركة بشكل مثالي، ويجلب دوما أفكارا مجنونة لا تخطر على بال أي شخصية أخرى. أما فرق الأي كيو الكبير بينهما، فجوكو لديه فرصة كبيرة لمنافسة سوبرمان في ساحة المعركة. مقابل ذكاء سوبرمان أعلى من المستوى الخارق، هذا يعني أن سرعة تفكيره تصل إلى نانو تاني. لكي أشرح لكم بموضوعي وبطريقتي الخاصة ويفهم الجميع، فسوبرمان في بليون جزء من الثانية الواحدة تخطر عليه أفكار لا نهائية، كل احتمالات لتصفية الخصم الواقف أمامه قبل أن يدرك هذا الأخير أنه تعرض للهزيمة. معنى آخر، عندما يفكر سوبرمان فالوقت يكون ثابت من منظور الشخص الثاني. بمعنى أنه في مستوى الذكاء سوبرمان أذكى من جوكو، ولكن جوكو يوظف ذكاءه في ساحة المعركة، هذا يعني أنه ستكون له فرصة كبيرة. الآن بالانتقال إلى مصدر قوة الشخصيتين، أنا شخصيا أرشح أن مصدر قوة جوكو أفضل بكثير من مصدر قوة سوبرمان، لأن الكي هي مصدر قوة نقي ولا ينفد أبدا، والكي أفضل وأقوى مصدر قوة على الإطلاق في الثقافة اليابانية وفي جميع الثقافات الأخرى. إلى هنا ما زالت المقارنة متعادلة، نقطتين لكل شخصية. ومتابعي الكوميكس سيفهمون كلامي الآن، أنا أحاول ما أمكن الابتعاد عن مستوى القوة التدميرية الخاصة بالشخصيتين، لأن جوكو نسخة السيد لا يقارن ببعض شخصيات عالم دي سي. لهذا أحاول ما أمكن جذب المقارنة إلى القدرات الشخصية والسرعة والمسائل الأخرى. الآن بمقارنة نقاط ضعف الشخصيتين، أولا سوبرمان يمتلك نقطة ضعف قاتلة وهي الكريبتونايت التي يمكن لأي عدو استخدامها ضده. في نفس الوقت أيضا جوكو يمتلك نقطة ضعف خطيرة وهي إرخاؤه لدفاعه أمام خصومه، ولكن مقارنة بسوبرمان تعتبر نقطة ضعف جوكو أفضل. حاليا تصبح المقارنة 3 نقاط لجوكو ونقطتين لسوبرمان. من ناحية أخرى قدرات التجسيد والواقع لا تؤثر لا على جوكو ولا على سوبرمان، ونفس الكلام ينطبق على القدرات الوهمية والتنويم المغناطيسي. بالانتقال إلى مقارنة السرعة بين الشخصيتين، أولا سوبرمان تقدر سرعته بمستوى أعلى من سرعة تفكيره التي هي نانو تانية. في المقابل سرعة جوكو من السيد. افترضنا أن موزي قوى مضروبة في السوبر، فديسبو تحرك بالسرعة القصوى من سرعة الضوء، لنقول أن موزي السيد الأصح. فجوكو بناء على هذا الكلام فإنه في ناميك بإمكانه التحرك بالسرعة النسبية من سرعة الضوء. هكذا تبقى لدينا مقارنة قدرات التحمل والقدرات الجسدية. اثنين لديهم قدرات جسدية خارقة للغاية وقدرة احتمال عالية. سوبرمان بإمكانه احتمال انفجار نووي بالكامل وهو متعرض للكريبتونايت، بينما جوكو الكي بلاست التي يتعرض لها في كل معركة عبارة عن انفجارات نووية بحد ذاتها، هذا يعني أن قدرة تحملهما متقاربة. صار جوكو وسوبرمان كل في عالم خاص بإمكانهما تحمل هجمات قوية من شخصيات في مستوى الكيانات العلوية. أتمنى
الثانية فما الجمع من الذي يقصده بهذه الجملة في عالم دي سي وفي عالم دراغون بول؟ أني متابع قديم للكوميكس ولدراغون بول، فأنا أفضل جوكو على سوبرمان كشخصية أيقونية. كما ذكرت لكم في بداية المقطع، فهذه المقارنة بناء على طلب المتابعين، وأنا دوما في مقارنتي أكون عادلا ولا أنحاز أبدا للعاطفة ولا أعتمد على المقارنات الطفولية. ثم أن المقارنة لا تصح من الأساس، حاولت ما أمكن الابتعاد عن المستوى التدميري للشخصيتين. أتمنى أن تكون المقارنة صريحة ومعقولة لكم. يونس، نوصل لنهاية المقطع يا شباب، لا تنسوا الصلاة على محمد. أراكم في المقطع القادم.